بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم، بينفوني على شان ميليسا كهينا. اليوم ان شاء الله وصفه كما راكم تشوفوا تاع سردين، حنديروا شطيطه سردين مشرمله. الله الله واش نقول لكم، بنه روعه، تبعوا معايا. نبداو ان شاء الله في الوصفه. كما راكم تشوفوا عندنا هنا سردين منقي، فرغتو بيان سور ونقيتو مليح، غسلتو مليح. وهنا عندنا طاحين نخدمو شرموله تاع السردين تاعنا، اللي هي كمية معتبرة تاع الثوم. نديرو فيها غير الثوم وابدا ما نديروش فيها البصل، راح يتبدل كومبليتمون لو غولو كان نديرو البصل. اذا نديرو كمية ابخي واحد الراس تاع الثوم، عندي كمية انا مليحة تاع المعدنوس هو اللي يعطي لها بنة هايلة. نزيد عليهم كمية تاع الملح، كمية تاع دونك لو سيل، هاوليك هذا فلفل عكري ولا بابريكا ولا بيمون دو، كل واحد كيفاش يسميه. نعاونوا دائما الاخوات اللي راهم في المهجر، يعني ما يتعرفوش على لي زيبيس باللغه تاعنا، نعاونوهم. هذا مكان، ونزيد عليه كميه معتبره كما راكم تشوفوا تاع الكمون الكوما اللي هو اساس السردين فقط لا غير، ما نزيد له حتى حاجه بالنسبه للتوابل. على هنا نزيد عليه عصير تاع الليمون، جو دي سيترون، يعني لا عندكم قارص عصره الا يعني راه يتباع هكذا صلصه واجد في القاروره، هايل. نزيد عليه كميه تاع زيت الزيتون، واللي ما تحبش زيت الزيتون تقدر دير زيت المائده العادي، لكن بزيت الزيتون يعطي له بنه يعني فريمون سبيسيال. وفي الاخير هايلك نزيد له لا طوماط كونسونطري، يعني الطوماطيش تاع البابا. هاملك هذه هي الشرموله اللي نخدموها تاع السردين، شطيطه سردين مشرمله. الله الله على طريقه ناس زمان، طريقه تقليديه. فوالا نخلطها مليح مليح، نحكمو دونك السردين تاعنا هاوليك، نحيولو بيان سور كامل هذاك السلسول. فوالا بهذه الطريقه هكذا نديرو حبه فوق حبه. حنوريكم الطريقه ومن بعد نكمل كلش على خطره. دونك نكونوا نقينا كامل السردين بهذه الطريقه، نسبقو دابور فيه، من بعد نحكم بشويه هكا تاع الدرسه هذه ولا هاد الشرموله هذه، ونغطيها بحبه ثانيه هكذا، ونستفهم كامل بنفس الطريقه. نعاود نرجع لكم ان شاء الله. الوغ هنا كيما راكم تشوفوا عمرت السردين تاعي بهذيك الشرميله اللي خدمتها. كيما راكم تشوفوا هاي ليك، دركا راح نخدمها نجوزها في الفرينه ونقليها. دابا تعطيني بنه هايله كي نقليها قبل ما نجوزها لاصوص هكذا، نفطوها مليح الفرينه باش من بعد ما ديرناش الشياط في المقله. هنا عندي هذيك الدرسه اللي خدمتها، يعني اللي عمرت بها شرميله، اللي عمرت بها السردين تاعي. هنزيد عليها كاس تاع الماء هاوليك، ونحرك مليح، ونحب نحبطها على هذاك شويه تاع الزيت. الوغ نحط عليها مغرفه تاع لا طوماط كونسونطري، وطوماطيش تاع البطاطا، معجون طماطم. فوالا نحركها مليح. هنا نزيد لها الملح والكمون، هاهي شويه تاع الملح والكمون، يطلق بنه هايله. فرقه تاع الرند، نحركها هكا تحريكه خفيفه. فوالا نخليها تتقلى شويه، ونزيد عليها شويه تاع الماء، يعني نمرقها شويه. هنا يفوق نمرقها بزاف لازم تحصلوا على اون طوماط خاطره كامل. هاي اللي كان نزيد لها غير فنجان برك تاع الماء، يعني كما قلت لكم اون صوص طوماط خاطره. نغطي عليها ونخليها يعني تتقال شويه. وهاي ديك لاصوص اللي تحصلت عليها، كما شفتو قلت لكم نديرو اون توت بيتيت صوص، لازم تجينا فاتره.
غنديرها بهذه الطريقه باش تقعد الحبه شاده روحها. نملو القرص والبلاكانا راهو واجد. نتمنى ان شاء الله انه تعجبكم لا فيديو تاع اليوم اللي كانت سردين، شطحه سردين وشرمل. نتمنى ان شاء الله انكم ديروها. في الاخير نقول لكم تهلاو في روحتكم. ميليسات على بروشين ان شاء الله، وسلام.